علي عالي على كل عالي كل عالي علي يم وكل من الرب. فيما يتعلق بالمقام العلمي للإمام أمير المؤمنين، وهذا المعنى ورد في حقه أو منه ومن أولاده ما لم يرد في حق الآخرين، بل وما لم يدعه الآخرون أيضا لأنفسهم. أما الأمر الأول وهو أحاول أنه أولا أقرأ هذا الحديث، وهو ما ورد في كتاب الفقيه والمتفقه، كتاب الفقيه والمتفقه للحافظ المؤرخ الخطيب البغدادي المتوفى سنة 462 من الهجرة، حققه عادل بن يوسف العزازي دار ابن الجوزي، حتى أشير أيضا إلى الطبعة والمشاهد يستطيع المراجعة، الطبعة الثالثة في محرم سنة 1426 من الهجرة، هناك في الجزء الثاني من هذا الكتاب في صفحة 351. طبعا أستميح المشاهد عذرا أنه لا أستطيع أن أعلق طويلا على الأحاديث باعتبار أن الوقت لا يسع لهذا، وإنما أقرأها وأتجاوز. الرواية عن أبي الطفيل قال: شهدت عليا وهو يخطب وهو يقول، التفتوا جيدا، سلوني، التفتوا إلى هذا النقط، إلى النقطة هذه، سلوني والله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به. التفتوا جيدا. هسه أنا ما أريد أتكلم أدخل في بحث أنه هذا علم غيب أو ليس علم الغيب، بشكل واضح أقول للمشاهد الكريم نحن نعتقد، لا نعتقد أن العلم بالغيب يوجد لغير الله سبحانه وتعالى. العلم بالغيب مختص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ولكن تعلم من ذي علم بعد هذا ليس من العلم بالغيب. ما هو العلم بالغيب؟ هو أن يكون الموجود عالما بغير علم مستفاد من غيره، أن يعلم المستقبل، أن يعلم الماضي، أن يعلم ما كان، ما يكون، ما هو كائن، ولكن من غير علم مستفاد. أما إذا كان بعلم مستفاد بعد لا يسمى هذا علم غيب، وإنما هو تعلم من ذي علم. عليه الأحوال، هذا المعنى يشير إليه الإمام أمير المؤمنين هنا، قال: والله لا تسألوني عن شيء، التفتوا، الشيء نكرة يعني يفيد العموم، عن شيء، أي شيء كان، أي أمر كان، لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به. هذا رقم واحد. انظروا إلى الحاشية، قال: إسناده صحيح. الحمد لله. مرة أخرى، إسناده صحيح. الرواية الثانية وهي الرواية 1082 بإسناده، قال علي: سلوني عن كتاب الله. التفتوا إلى هذه الرواية لأنه بعد ذلك سأرجع إلى هذه الرواية. سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا أني أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل. يعني يريد أن يقول بأن علم القرآن كله عند من؟ عند علي عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا ارجعوا معي إلى الحديث رقم 2، قال الحاشية رقم 3، قال: إسناده صحيح. قائم رقم 2. الرواية الثالثة 1083، الرواية قال أراه عن يحيى بن سعيد قال: قال لم يكن. التفتوا إلى هذا النص، وهذا من اختصاصات علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بين صحابة رسول الله، بين أصحاب رسول الله. لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يقول سلوني إلا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه واقعا باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله. أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. طبعا هذه النصوص إن شاء الله في الوقت المناسب سأبين ما هي المختصة بمدرسة أهل البيت، ما هي المشتركة في بحث آخر، ولكن أريد أن أقول أنه لم يكن يجرؤ أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدعي هذا الادعاء سلوني قبل أن تفقدوا
يجدوني أو يقول سلوني إلا علي بن أبي طالب. وانظروا إلى السند، قال إسناده حسن. إذن أيضا الرواية حسنة. هذا هو المورد الأول طبعا. ويكون هذا المورد الثاني ما ورد في جامع بيان العلم وفضله تأليف أبي عمرو يوسف بن عبد البر المتوفى 463 من الهجرة، تحقيق أبي الأشبال الزهيري دار ابن الجوزي، هناك في الجزء الأول صفحة 383. الرواية أيضا بنفس المضمون، شهدت عليا وهو يخطب ويقول سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما منه آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار أم بسهل نزلت أم بجبل إلى غير ذلك. الرواية التفتوا في رقم 726، رقم الحديث 726، وكذلك في الحاشية رقم الحديث 726، يقول إسناده صحيح ورجاله ثقات أيضا. طبعا يكون في علم المشاهد الكريم هذا الكتاب أيضا مطبوع بطبعة ثانية وبتحقيق آخر، وهو ابن عبد البر القرطبي المالكي، طبعة مزيدة محمد ناصر الدين الألباني حققه وعلق عليه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الصالح، مكتبة عباد الرحمن مصر. هناك أيضا عندما نأتي إلى هذه الرواية نجد أنها في الرواية 726 يقول إسناده صحيح. وهذا عندما أقوله يعني أنه العلماء المتقدمون كلهم نقلوا هذه الرواية، نعم. والمعلقون والمصححون والمحققون المتأخرين أيضا ماذا المعاصرون منهم، نعم. كلهم أيضا ماذا صححوا الرواية، نعم. وممن أيضا أشار إلى هذه الرواية ما ورد في تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي المجلد 13 طبعة دار عالم كتب في صفحة 207 من هذا الكتاب. والرواية أيضا وثبت أيضا من غير وجه عن أمير المؤمنين، نعم. عليه أفضل الصلاة والسلام أنه صعد منبر الكوفة فقال لا تسألوني عن آية في كتاب الله ولا عن سنة رسول الله إلا أنبأتكم بذلك. هذه بعد ما بها الصدر ذيك الرواية ما تسألوني عن أي شيء بيني وبين يوم القيامة أخبرتكم به، نعم. هذه أيضا واردة وين؟ في تفسير القرآن العظيم لابن كثير. وكذلك ورد هذا المعنى في تفسير الطبري بهذه الطبعة الحديثة، تفسير الطبري المتوفى 310 من الهجرة، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. هناك أيضا الرواية هذه بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت، حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة قال سمعت أبا الطفيل قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول لا تسألوني عن كتاب ناطق ولا عن سنة ماضية إلا حدثتكم به. وأيضا هذه الرواية صحيحة على شرط الشيخين، يعني نفس هذا السند وارد في البخاري ووارد أين؟ في مسلم. نعم. إذن من حيث العلم هذا علم علي عليه أفضل الصلاة والسلام، لا ينازعه واقعا، مو فقط لا ينازعه، لا يضاهيه أحد، لا يشاركه أحد، له من العلم ما لم يوجد عند أحد من الصحابة. وهذه روايات صحيحة في كتبكم، في كتب القوم، في كتب مدرسة الصحابة، لا في كتب مدرسة أهل البيت. علي عليا موكل للرب، علي ما نصبك منصوب لكن بالنص النص. علي 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 بساق العرش نورك، علي علمت جبريل اسمك نزل بالتوراة وزبور وصحف وانجيل.